هاي عشان نمرو نشوف. المفضل اول ما بديت فيه بالكلوب افريكان، معناتها حاجة باهية اللي معناتها بديت الكارير متاعي في الكلوب بالنمرو ذاك. قعدت للتويكا بريسك 5 سنين نلعب بالفانسيس. شو يعني لك الرقم هذا؟ هو الحقيقة ما يعني لي حد شيء، ما كي ما لقيتش الفرصة بنمرو المفضل اللي هو نمرو 6. وقتها معناتها كنت ألعب به فاتح الغربي، أخذت الفانسيس قلت خلنا نبدأ به نلعب به التويكا معناتها، وقلت خلنا نكمل به هو الفانسيس بالك معناتها يساعدني برشا. أول تصويرة هبطت على إنستغرام هي هذه، قديمة برشا. شو قصتها التصويرة هذه؟ هذيك استاج كيب ناسيونال عنا كوب دافريك، عجبتني اللبسة عجبتني اللونات وقتها كي غير خديتها جديدة. عملت تصويرة كي غير عملت كونت جديد متاع انستغرام هبط هاي ديريكت. شو ما تحب وقت اللي تحب التصوير على انستغرام؟ الانستغرام هو بشوية بشوية بدأ يتطور، ديجا توا ولا خير من الفيسبوك، خير من برشا حاجات. راموس من الأقوى الديفونساريات في العالم، يعجبني ستيلو، يعجبني المظهر متاعو، يعجبني شخصيته سيرتو. خاطر كي تشوف راموس بالنسبة لي أنا كجوار نجم تبني عليه روحك، خاطر كما نقولوا باللغة متاعنا كاسح. أكريت حتى شعمل في محمد صلاح، معناتها بضحك لاعب خرجوا من فينال تشامبيونز ليج، مش بالسهل أي ديفونسير ولا أي جوار يعملها، سورتو في فينال ينجم يكون معناتها ياخذ حتى كارتون روج. بريسك معناتها ليكيبات الكل ولا حتى جماعة الكل ما يحبوش راموس، حتى كي باش يلعبوا كونترو ديما يعملوا له بروفوكاسيون باش يخرج من الماتش. بريسك من أكثر الجوارات في العالم ياخذ كارتون روج، حتى كي جيت تشوف معناتها أكثر من 40 معناتها كارتون روج في الكارير نتاعو. أول ماتش ليا في ليكيب سينيور، نشكر معناتها برشا سي نبيل اللي عطاني الفرصة هذه، خاطر جاتني فرصة قبل مع كاسبر جاك وكنت على البنك وما جاتش فرصة باش نلعب. الحمد لله معناتها كونتر كوستاريكا هبطت لعبت مش برشا، هي 7 دقائق أما حاجة كبيرة بالنسبة لي أنا. تلبس دراب بلادك وتشرف تونس، ترى أمك وأبوك في التلفزة يتفرجوا فيك وأنت معناتها مع الكيب ناسيونال، حاجة كبيرة برشا. معناتها كنت في صغرك ترى في جواري تلعب في الكيب ناسيونال، وبعديك تكبر تلقى روحك بجنبهم، معناتها فخور برشا بالماتش هذاك. شكون كبرت عليه في تونس؟ كبرت في تونس قيس الغضبان، كريم حقي، برشا برشا جواريت. كنت أنا من الصغرى نتبع كورة برشا، نحب الكورة. المنتخب مفتقده أنت، نحكي على روسيا. شو أي جوار معناتها متوقع باش يصير له أي حاجة في الكورة، خاطر الكورة كاريرها صغير مش كيما أي حاجة أخرى. كنت نتوقع باش نمشي، خاطر حسيت روحي نستحق على غالب. كنت نجم معناتها نتدرب حتى كي نمشي لا قدر الله تصير لي حاجة، هذيك هي الكورة، نجم نكمل نخدم على روحي. وقلت ربي نحضر الكوب دو موند جاي كنت رشحنا، ان شاء الله توا الاولاد باش يمشيو لروسيا وينورونا ويعملوا وجه طيب، خاطر ماك تعرف في البول نتاعنا صعيبه برشا، ما فيها انجلترا وبلجيكا زوز معناتها منتخبات قويين. انت كي تشوف بلجيكا معناتها 70 أو 80% جوارات نتاعها يلعبوا في الانجلتير، معناتها من اقوى الشامبيونات في العالم. ان شاء الله ينورونا وان شاء الله يعملوا وجه طيب لتونس. حاجه كبيره برشا العمر اللي صارت اخر مره هذه في السعوديه، مشيت لمكة فرحت برشا وكي ريت بيت ربي ومعناتها ودعيت ربي برسمي. اول مره في حياتي كي نخزر الحاجه ما عندي حتى شعور، ما لقيت معقول، كنا ندعي ربي. فرحت على الاخر، بقيت بريسك غاديك 6 سوايع، ومن بعديك بعد نهارين زدت عودت مع عمر اخرى. حاجه فرحان بها على الاخر اللي صارت في حياتي، ما كنتش باش نتوقع معناتها نمشي للبيت ربي، وامنيتي معناتها تحقق ان شاء الله نكملها بحاجه
وما انت تكون فرحة أكثر إن شاء الله. شو الحدث اللي يخليك تخمم وخليك تاخذ قرار باش تمشي لمكة؟ الحدث اللي كي قالوا لنا باش نمشيو للسعودية عندكم التورنوا بتاع الكوباراب، كانت فرحة كبيرة، فرحة كي مشيت للسعودية وباش نلبس اللباس نتاع العمرة، كنت فرحان أكثر. كي وأنا ماشي للمكة معناتها ما كنتش متوقع اللي أنا باش نوصل للمكة، باش نوصل لبيت ربي. أمنية تحققت، أني قلت لك فرحة ما كانتش معناتها في البال جملة. حتى أصحابي وناس الكل، عندي أصحابي توا قاعدين يقراوا، خاطر أنا ما كملتش في القراية، توا قاعدين يقراوا، يقولوا لي دعينا باش ننجحوا كل شيء. ديجا احنا غاديك في السعوديه وبوجبا اللي يلعب في مانشستر مشى باش يعمل عمره، وقال فيديو معناتها كان تحب معناتها تشوف تدخل، قال انا تو فرحان على الاخر انا هوني، ان شاء الله العباد تجي وتشوف الكعبه وتشوف مكه، خاطر حاجه باهي على الاخر. بونتو هي كونتر ليتوال فينال كوب، الشعار هذاك اللي تربيت عليه، اللي بكيت عليه، اللي تسبيت عليه، جات بيريود تسبيت عليه، اللي معناتها العباد هزوني فوق كتافهم، تكلموا بيا وغنيوا عليا. ديجا الماتش هذاك كونتر ليتوال خرجت معناتها العباد صفق مش نورمال. بالرسمي الشعار هذاك خلاني نحب الكلوب على الاخر، ونعطي اكثر من قلبي وما نحسبش. فما برشا حكايات توجيه الوقت، وخويا نجم نحكيهم لك، معناتها خويا هادي نجم نحكيهم لك، خاطر فما ناس ما تعرفش اللي غزل العياد شنو عطاه الكلوب، خاطر عشت بريود صعيبه برشا، ما مشيتش لنيجيريا في عام ناول، معناتها عشت بريود خايبه. تصور في عمري هذايا وتعيش معناتها بريود خايبه كيما هذيك، ما تمشيش لنيجيريا وجمهور الكل يدور عليك والعبد الكل يدور عليك. قالوا خاطر انا ما حبيتش نمشي على الفلوس وكذا، اما من بعد عام وريتهم غازي شنو هو اللي هو في الكلوب وشنو هو اللي يحب معناتها الدرابو تاع الكلوب. باش ندخل في كوتي نتاع كونترا وكل شيء، انا كي عاود كونتراتويا في الكلوب عاودتو معناتها ما غير فلوس، خاطر الجمعيه تستحق فلوس لديون اخرى باش خلي الجواريت ومعناتها وديونها القدم. عاونت جمعيتي باللي نقدر، ما حسبتش، خاطر بشوي بشوي بديت نتعلم كيفاش الفلوس تجي من بعد. كيفاش تنجم توفق ما بين على الاقل في شخصيتك وتستوعب الحب الكبير والغضب الكبير اللي نجم يجي من بعد، وبعده حب اخر؟ كيفاش معناتها من داخل ما تترهوش، من داخل ما تقولش انا شنو وين عايش، هي الدنيا معناتها؟ صحيح، هاي واحد باش يدخل في معناتها حاجات خياليه في مخه، يبدا مخه يخدم في اي حاجه، كل يوم تتسب امك، تتسب بوكي، تتسب سيرتو في البريود هذيك، ومن بعد تلقى روحك في بريود باهيه مش بسهل. ريضت روحي وبعدت على كل شيء، بقيت وحدي، حتى كش اللي ترجع للبريباراسيون عمني ولهذا بقيت وحدي، ما درت بحد، ما خرجتش، ما تكلمتش، ما قلتش علاش ما مشيتش ولا علاش ما جيتش، لي قعدت رجعت نترين على روحي، حطيت في قلبي ومعناتها وكاهو هذيك اي جوار معناتها باش يتسب ولا معناتها عادي. منين تجيب الرزانه اللي فيك الكل هذه؟ نرى في قدامي كانوا راجل كبير معناتها، مانيش نرى في وليد صغير معناتها. خاطر خرجت من دارنا بريسك 12 سنه، انا الكبير في الدار، خرجت معناتها عملت عام في الكيف اللي هو تبع للسنتر سبورتيف، بعديك عملت عامين في بورس دريا تابع ليكيب ناسيونال، مشيت للكلوب عمري 6 سنة كادي، بعيد على دارنا سي نورمال باش نلقى روحي، لازمني معناتها نكون راجل كبير ونعرف كيش نتصرف، خاطر باش تلقى روحك معناتها وحدك باش تضيع، باش معناتها يدوروا بيك العباد باش يجمعنا باش يخرجوك وكذا، تولي سهريات وفساد وكل. عرفت كيفاش نحط ساقي، خاطر تونس ماهيش جديدة عليا، مليان صغير ومعناتها نعيش في دار مماتي، وتربيتني مماتي الله يرحمها، تربيت معناتها في حومة شعبية، عرفت العباد، خلت العباد،
هذه بشوي بشوي تعلمتها، ومعناتها الحمد لله اللي نشكر روحي على الشخصية القوية هذه اللي عندي، خاطر كنت النجم نضيع في أي وقت، ما عندي شكون معناتها بجنبي. قلت لك دارنا بعاد وقت بيريود اللي أنا بعدت على دارنا، أخواتي صغار مازالوا يقراوا معناتها في المكتب. الفلوس، قلنا نحكي لك مش نسكت. الفلوس ما بدلتكش، ما غيرتلكش حياتك الفلوس؟ والله باش نحكي لك، الفلوس انا غرامي باللبسه، ما عنديش غرام لا بالكراهه لا بحد شيء. نحط حاجاتي في المعقول. امي وبابا ذوكم الاولانيين اللي خمم فيهم، فلوسي الكل تمشي ليهم هما. نستحق حاجه ما يقولوا ليش ليه، الحمد لله معناتها متفاهم انا وياهم على الاخر. سيرتو امي معناتها امي تحفونا على الاخر، وصحابي انا وياها على الاخر، ومعناتها ما ايش مقلقتني حكايه الفلوس، خاطر كي انت باش تجاهد ولا باش انت تعطي لامك وبوك اليوم يستحقوا لك، برغم اليوم معناتها الحمد لله يخدموا على رواحهم. ربي يشوف لك بها هذيك. توا لازم معناتها نعمل كارير باهي، خاطر مازلت صغير، الفلوس هذيك تجي بطبيعتها من بعد. انا ياثروني المشاهد هذيك، صحابي اقسم بالله كانوا قاعدين معايا كانوا باش يحرقوا مع ذوكم سيف اللي في قرقنا، ما مشيوش. سبحان الله ما عدا شو كيف كانوا قاعدين بجنبي كانوا باش يمشيو. برسمي مشهد خايب على الاخر، كترى معناتها تونسي ولا اخوك ولا تحومتك يموت معناتها في البحر، خاطر اخي بموت اللي في البحر كان العبيد ما تعرفش. العباد تقول علاش هما ما يخدموش ولا ما يمشيوش خاطر بطاله، وعلاش درا شنو، وانت ما تراش روحك معناتها تسكن في دراوين ولا تخو في شهريه درا قداش، ولا هما زوي ولا ما عندهمش. تاثرت برشا، برسمي تاثرت كل يوم نهب التصويره في البروفيل نتاعي كل يوم. كي جيت عندي طاقه اكثر من اللي انا تو نجم نعاون العباد هذوكم. كي ريت تصور كيك نتاع اماتهم واخواتهم وكل شيء، برسمي بكيت ولا دمعت. التتواج هذا التتواج تاع مامتي اللي توفيت، هذو مداد دي ليسونس نتاع دارنا، هذا نمرويا 26. لا خليني واحد بالوحده بالوحده، دونك هذيك 26 نمرويا 26 عاملوني زيد، عامل زيد مغروم بالتتواج. اش عامل اش عامل عاملوني سيت، انا سيت جنبي هذا، ومن اسمي بجابوني. ذاك اسمك بال غازي 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 برك ولا غازي عيد؟ غازي غازي برك. غازي برك سيت كما جاستن بيبر سيد، هذا كما اللي عملوا جاستن بيبر. علاش تتواج؟ علاش؟ تغرمت تغرمت بريسك جوريت كولر، صار جوريت تعملي تتواج مغرومه باللي تتواج. تغرمت، جات الفرصة باش نعمل، مشيت عملت ما قلتش ليه، بالرغم الصعب متاع أمي قالت لي كتعمل معش نرضى عليك، وبعديك قلت لها لا يا أمي راه تتنحى تاع 6 شهور تتنحى بشوي بشوي. قلت لها راه ما تتنحاش، والله غالب معناتها غلطت، ومعناتها أمي ماش سامحني على خير. عاد وين ترى روحك بعد 10 سنين بعد 20 سنة؟ انا تو عام، هذا عامين هذوما نحب نخرج نلعب برا، امنيتي هذيك نحب نمشي نشوف العالم، نشوف العباد كيفاش تكور، خاطر ما في حياتي ما قعدت لي كاين الكور. قرايتي معناتها مانيش ما قعدتش نقرا، ما نجحتش في قرايتي من الصغرى، معناتها كنت ما امي معذبه في القرايه. امنيتي نخرج نلعب برا ونقعد غاديك على طول ان شاء الله، نكمل حتى نعيش غاديك. والله لهالدرجه؟ لهالدرجه حاب نمشي نشوف الدنيا، نتعلم، نعيش، نكور، نشيخ، خاطر اكثر ما في تونس ما عادش نجم تعيش. نجمش غازي عيدي، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. جاهز؟ جاهز. يلا، اقرب لاعب ليك في الافريقي؟ وسام يحيى. لو كان جيت رابور شو ينجم يكون اسمك الفني؟ جامبور. غازي شنو برجك؟ كونسير. شكون تتوقع يهز مونديال 2018؟
البرازيل. غازي نقطة ضعفك؟ تنرفز فيسا. أول عقد صححته في حياتك قديش كانت قيمته؟ 4.5 مليون. لو تولي ممثل شو المسلسل اللي تحب تاخذ فيه دور؟ ترانسبورتور. غازي شو اللي نجم يشدك في طفلة؟ ضحكتها. لو كنت غنية؟ كل يوم حبك يزيد. لو كان جيت نبتة؟ هندي. لو كنت شخصية كرتونية؟ كابتن ميجد. بارفان تاعك؟ بلو تشانيل. أكثر شخص يضحكك؟ كريم الغربي. أكثر حاجة توتر لك أعصابك؟ شكون يحقرني؟ حقرة. مشروبك المفضل؟ جازوز. قديش خذيت من ورقة حمراء في مسيرتك؟ زوز أحمر. أحلى بونتو ماركيتو في حياتك؟ كونتر سفيقس في 6 ثواني. حيوان مربي في الدار؟ عندي كيكي كلبي اسمه عند الماركة متاعه بيكينوا اسمه كيكي. وين تسكن حاليا؟ العوينة. قديش عمرك؟ 22. لفريقي في 3 كلمات؟ حبي وغرامي وكل شيء. غازي يعطيك الصحة. عايشك.